في حال أفلست المصارف والمصارف تدعي بأنها غير مفلسة، في حال حصول هذا الأمر الذي سيدفع الثمن الأكبر هو المودعين. إذا بتفلس المصارف، المصريات اللي حاطينه عنا بتبطل موجودة. هل هذه المقاربة حتى صحيحة؟ شوف، المصارف أكيد منا مفلسة بماهيتها، لأن رؤساء مجالس إدارات المصارف، أصحاب المصارف، كبار المساهمين في المصارف، وأعضاء مجالس إدارات المصارف بعضهم مقتنيات وأصول المنقولة والغير منقولة منتشرة بالعالم كله. نحن بنعرف لأنه عم نعمل حجوزات احتياطية بأكثر من دولة، منهم فرنسا، ومنعرف أملاكهم لأنه عم نعمل نفي ملكية بالدول الأوروبية. ما بعرف إذا ذكرت لك أنه من فترة كتير بسيطة عملت نفي ملكية لأحد أعضاء رؤساء مجالس إدارة المصارف وشقيقه، وبالتالي هن اثنيناتهم رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة، أنت بتعرفهم والكل بيعرفهم، ما في داعي أذكر حتى ما كنت خالفت قانون تنظيم مهنة المحاماة بدعوى مقامة. ولكن اكتشفت يعني شيء لا يصدق، مئات العقارات في جميع أنحاء لبنان، عم تحكي مئات قد يصلوا إلى 1000 قسم. بس عم نحكي بلبنان. بلبنان، لأنه العقار فيكون في بقلبه 20 و30 قسم، قد يتخطوا 1000 قسم بين الشخصين وبين المصرف. يعني جينا بدنا نعمل إجراء حجز، احترنا شو بدنا نعمل وعلى شو بدنا نحجز، وعقارات أثمانها تفوق مئات ملايين الدولارات. فما حدا يجي يقول المصارف فلست بمعنى رؤساء مجالس إدارات المصارف فلست، لا، المصارف فلست لما وقفت تعطي الناس ودايعها وخالفت القوانين اللبنانية بشكل كتير واضح، وخاصة قانون الموجبات والعقود. إذا بدي أبعد هلأ عن قانون النقد والتسليف وقانون التجارة والأعراف المصرفية، قانون الموجبات والعقود واضح جدا وشديد الوضوح، بيقول أنه الوديعة يجب أن ترد كما هي. هلا بنبحث بقانون الكابيتال كنترول كيف بخالف هذا القانون، وبيقول لك فيك تاخذها باللبناني. اذا بدي بسطها تفضل. وبالتالي يعني هالنقطه الاخيره بهالموضوع، اليوم الطريقه الوحيده لرد الاموال هي مش بكل الخزعبلات اللي عم تطلعها المنظومه، هي بمحاسبه حقيقيه للمصارف والمنتفعين والاشخاص المعرضين سياسيا للي حولوا فلوس اموالهم لبرا. خلينا نشوف هالاموال كيف حولت ومتى حولت وعن أي طريق، يعني شو كان ذريعة التحويل. ولأنه اليوم رئيس مجلس إدارة اللي بيقول أنه أنتوا عطيتون مصرياتكم وأنا عطيتون لمصرف لبنان ومصرف لبنان أقرضن للحكومة والحكومة والدولة أكلت المصريات، طيب أنا موافق معك، طيب ليه أقرضت مصرياتي لمصرف لبنان؟ ليه ما أقرضت مصرياتك؟ ليش أموالك حفظت بطيارتك الخاصة وباليخت تبعك وبالفلل تبعك وبالعقارات وبجميع أنحاء العالم؟ هول انحفظوا الأموال ما نمسوا، بس قررت أنك تقرض الدولة عبر مصرف لبنان لأموال المودعين. هذا إذا بدي سلم جدلا أنه الذريعة اللي عم يعطيها مظبوطة، اللي نحن أصلا مش مصدقينها. في ثغرة تفوق تقدر ب 69 مليار دولار، يعني حوالي 70 مليار دولار. هذا التقدير الملطف، صح، يجب أن تعالج.